ازيك يا حلوين؟ يا رب يكون الجميع بخير. ان شاء الله النهارده هيبقى روتين اليوم اللي بجيب فيه الخزين، سواء بقى الفراخ واللحوم او البقوليات وحاجه السوبر ماركت وهكذا. بس انا هبتدي معاكم اليوم بالغدا، هبتدي اتبل حاجه الغدا. احنا لسه يعني قبل صلاه الظهر بشويه. انا انتوا عارفين التتبيله بتاعه المشويات دي دايما عندي في الفريزر جاهزه، وكنت لسه جايبه الفراخ ومنضفاها، فقلت يلا على السريع كده. انا المفروض المشاوي بتبلها من بالليل بصراحه، بس ما كنتش مقررة انا هعمل ايه تاني يوم، فقلت بما ان التتبيلة جاهزة والفراخ لسه طازة فيلا. فالمهم هتبلهم وهلفهم بورق استريتش وهحطهم في التلاجة لحد ميعاد الغدا. احنا ممكن نتغدى على الساعة 5، ولسه دلوقتي يدوب الظهر تقريبا مأذن من 10 دقايق، فهتبلهم وهركنهم في التلاجة هيبقوا زي الفل. الناس اللي بتشوي صدور زي حالاتي، الفتحة اللي انا بعملها فيها من الجنب وحط جوه الخلطة دي بتخليها تدبل بسرعة وتستوي بسرعة، وفي نفس الوقت تبقى واخدة من نفس الطعم بتاع التتبيلة. بعد كده بحطهم كلهم في علبة والف العلبة بورق استريتش او بالغطا بتاعها وبدخلها على التلاجة على طول، يعني ممكن تقعد 5 ساعات، وده وقت كافي جدا يطلع طعمها حلو. كمان بجهز حاجة السلطة. تعرفين انا السلطة بتاع المشاوي بقدر اعملها من الصبح واخليها لاخر النهار. اهم حاجة انتي ما تضيفيش الاضافات بتاعتها عليها ولا تقلبيها، بيبقى تقطيعها عشوائي، فلفل بصل طماطم وبشر جزر مبشور وخيار، بقطع كله ده مكعبات واحطه على بعضه من غير ما اقلبه. بعمل الدريسنج بتاعها او المية اللي انا بحطها لها، بيبقى بابريكا ملح كمون ليمون وشوية مية شوية خل. بجهز كل ده لوحده، وده لوحده اهم حاجة علشان ما تتبلش معاكي، ما تحطيش عليها المية بتاعتها ولا تقلبيها في بعضها. يعني حطي الخضار قطعيه وحطيه كله فوق بعضه، واللي فيه ورق استريتش وركنيه في التلاجة هو والمية اللي احنا عملناها دي او الدريسنج بتاعها. عملت كوباية شاي محترمة بقى، علشان كده الاكل يعتبر بالنسبة لي بتاع الغدا 3/4 جاهز. هبتدي منظفة طبعا كل العلب وغسلها وسايبها تتصفى لحد ما جفت، علشان ابتدي احط فيها الحاجة بتاعتي بتاع السوبر ماركت. فهفضي كل حاجة في العلبة بتاعتها وهشيلها مكان. مقولكوش موضوع العلب ده نظم لي كتير جدا جدا، حتى عيني بقت مرتاحة لما بفتح. وبعدين خلاص انا حفظت العلبة لونها كذا بتاعت كذا، ده غير ان هي شفافة. بس الناس اللي قالت لي ينفع ان احنا نستعمل العلب دي نحط فيها حاجة سخنة ونشيلها في الفريزر، لا ما ينفعش، العلب دي للحاجات الباردة زي البقوليات. مش لازم تشتري علب، تقدري تعملي الكلام ده ببرطمانات عندك، الحاجة المتوفرة عندك تقدري تنظمي بيها اي حاجة في مطبخك نظميها. كمان الرخامة ما تبقيش دايما عليها حاجات مكركبة كتير، لو عندك اماكن فاضية حاولي على قد ما تقدري دايما الرخامة تكون فاضية. يعني لو في اماكن تقدري تحطي فيها الحاجات اللي على الرخامة شيليها جواها، تبقى مريحة لعينك، وفي نفس الوقت لو عايزة تعملي اي حاجة هتلاقي مكان تشتغلي عليه. اهم حاجة بعد كل مرة عارفة ان انتي هتفضي الحاجة وتستعمليها، يبقى خلاص انضف العلب واغسلها مثلا من قبلها بيوم واسيبها تجف لتاني يوم وابتدي اشتغل فيها. بعد كده برص العلب في مكانها. في ناس قالت لي حاولي تخليهم كلهم جنب بعض، هياخدوا مني مساحة كبيرة جدا، وانا المكان ده حط فيه كمان الصوصات وحط فيه الزيوت بتاعتي والسمن والدهن الضاني وكده، فبالنسبة لي انهم يبقوا فوق بعض اسهل وموفرين عندي في المساحة. طبعا في حاجات مش حطاها في برطمانات او مش حطاها في علبة، دي بتبقى حاجات صغيرة او قليلة مش محتاجة ان انا احطها في علبة كبيرة، فببقى احطها في برطمان، فالدرج بتاع الشانون عندي او درج التربو عندي.
طبعا المعيار ده مهم جدا 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 في حاجات كتيره جدا. عايز اقول لكم لو لقيتوه وقتها رخيص جدا انا كنت جايبه 5 جنيه. بعد كده بقى الحاجات اللي فايده عن استعمالي احطها على التربو، سواء بقيه المكرونات او الاكياس اللي انا كنت فاتحاها واخدت منها، مش بحطها في العلب، بستعمل دي الاول بعد كده بستعمل اللي في العلب عندي علشان ميبقاش عندي اكياس مفتحه. وحتى النودلز كل حاجه تتحط في الدرج ده بتاع المكرونات اسهل لي. مكعبات مرقه الدجاج كنت احطها في علبه بلاستيك، قلت لي حاولي لو هتحطيها وتحفظيها احفظيها في حاجه ازاز. كنت احطها في البرطمان الكبير ده بس لقيته كبير فحطيتها في الصغير. سكر الاسره ده انا بجيبه للحلويات، يعني العلبه دي بتاخد عندي 0.5 كيلو، فانا كنت جايبه كيلو عملته على 2.5، فقلت افضيه بالمره عشان ارمي الكيس، ما بحبش يبقى عندي المطبخ مكركب بالاكياس. كمان كنت جايبه شاي اخضر وكنت جايبه نسكافيه، مش فاكره اذا كنت وريتهم لكم في المشتريات ولا لا. الصراحه انا بجيب الشاي الاخضر بتاع دكتور لايف، وكمان كنت جايبه اللي هو بتاع ادرار اللبن ده اللي بيزود اللبن، فقلت احطهم بالمره في المنظم اللي انا جبته معاكم اخر مره اللي هو بالاجزاء اللي بتشرب بتحط زي ما انتم شايفينه كده. بصراحه حلو جدا، بشده اطلع اللي انا عايزاه وادخله تاني، فاحطهم واظبط الدنيا وبعد كده ارجعه مكان تاني. حاجه لما تبقى منظمه بتبقى حلوه جدا، حتى انت عينك بتحفظ وايدك بتحفظ، مش لازم تبصي، انت بتمدي ايدك في الدرج خلاص عرفتي الحاجه دي مكانها في المكان الفلاني. بعد كده البيض، انا كنت بجيب كرتون البيض 30. في ناس منكم متشكره جدا بجد على النصيحه دي، يعني ان انا فعلا طلعت صح، قال لي البيض بتبقى بيقولوا عليه ايه روحه خفيفه شويه او روحه قصيره شويه، فهاتي 20 ب20 او 10 ب10. فانا بصراحه جبت علبه البيض دي لانه المكان بتاع الثلاجه بتاع البيض صغير قوي بيشيل 10 وصغنونه واخده مني مكان، فانا شلتها وجبت دي. بالنسبه لي شايله هي بتشيل 24 بيضه، بس انا جبت 20 بس ب20 زي ما انتوا قلتوا لي، لما يخلصوا اجيب غيرهم ان شاء الله. علبه حلوه جدا وشكلها تحفه. كمان كنت جايبه في المشتريات لو كنتوا فاكرين ورق لورا، انا بملى البرطمان ده احطه في الدرج بتاع التوابل، والباقي باخده اقسمه على 2.5، نص بسيبه زي ما هو احطه في درج التلاجة او في درج التربو عادي جدا، والنص التاني بطحنه واخليه لوحده علشان بعمل منه 7 بهارات. ورق لورا من الحاجات اللي لو ما شلتهاش في التلاجة بتعمر، يعني بتقعد معاكي كتير ما تقلقوش. دلوقتي انا هعمل معاكم النسكافيه، ناس كتير طلبته مني، انا عملته قبل كده مره او مرتين على القناه، فهو الصراحه خلصان من عندي، فانا قلت بالمره بما اني هعمله اصوره علشان عشان ما اعملوش فيديو لوحده، لان انا كنت عامله فيديو لوحده قبل كده فالموضوع مش مستاهل. يعني اهم حاجه بس في الموضوع ده المج اللي هتعايري بيه النسكافيه هو اللي هتعايري بيه السكر، هو اللي هتعايري بيه الميه. الكميات لما تبقى قد بعضها هتبقى النتيجه معاكي تحفه. سبق وقلت لكم قبل كده ان الفكره دي مش فكرتي، انا شفتها على اليوتيوب جربتها عجبتني، لان انا من الناس اللي بتحب النسكافيه جدا، انما بتاعت مين، مين اللي اخترعها، مين اللي بداها، صراحه ما اقدرش افتي في الموضوع ده، عشان كده مش قادره احدد لكم اسم قناه معين. هفضل اضرب فيه لحد ما اوصل لافتح لون او اللون اللي يناسبني، لحد ما يبقى قوامه عامل زي الكريم الشانتيه كده، لو قلبتيه ما يتكبش، ده كده لسه خفيف، هفضل اضرب فيه لحد ما القوام بتاعه يتقل ويفتح اكتر من كده شويه. هو بالنسبه لي كده تمام، يمكن اتقل من الكريم الشانتيه كمان، بحطه في علبه بحطه في الفريزر. عايز اقول لكم الكميه دي هتكفيني شويه محترمين، يعني ممكن تقعد معايا الشهر، لان انا زي ما بقول لكم انا بردة، فباخد النسكافيه او القهوه مره واحده بس في اليوم، ومعاهم كوبايه شاي، يعني ممكن اخد كوبايه نسكافيه الصبح وكوبايه شاي في نص النهار مثلا، او قهوه الصبح وشويه اخر النهار كوبايه شاي، وهكذا. دلوقتي انا هشطف الخضار اللي انا جايباها اغسله، انا طبعا غسله الحوض كويس جدا، وصابون من المواعين بتاعي انا حاطه فيه خل، بس عشان دي خضار وهناكله كده فبحط شويه خل على الاسبونشه بتاعتي واغسل بيها كل الحوض، وبنضفه كويس جدا واشطف كل ده بميه سخنه جدا علشان ابقى متامنه للمكان اللي انا هغسل فيه الحاجه دي. في ناس ما بتحبش الموضوع ده، تقدري تجيبي مصفى او طبق وتغسلي فيه وتركني على جنب عادي،
بين الخضار والتاني لازم اشطف الحوض بميه سخنه، لان ممكن الخضار يكون فيه بكتيريا او فيه اي حشره او اي حاجه، فعشان ما تتنقلش الخضار التاني، وابقى ضامنه برضو ان المكان اللي انا بغسل فيه نظيف. ده الخضار انا ما كنتش جايبه كتير، كنت جايبه نص فلفل ونص خيار و2 كيلو طماطم، لان اوريدي عندي خيار نقط بس يكمل بقيه الاسبوع الجاي. اخر طريقه توصلت لها زي ما قلت لكم في اخر فيديو روتين عملته، هي حفظ الخضار في الورق الاستريتش فيلم. ده حلو جدا، بيخلي الخضار يقعد فتره طويله قوي عندي. باخد كل حاجتين كده، حبتين خيار او حاجه، بلفهم واركنهم في درج الثلاجه. اما الطماطم فبحط لها ورقه مناديل وبحطها في اي رف في الثلاجه في اي منظم عادي جدا. طبعا مواعين، يعني مواعين شويه مواعين محترمه. فانا هفضي الاول، انا من النوع اللي بيحب ينظف الاول المواعين من اي حاجه وسخه فيها سواء دهونه او اي حاجه، واركنها على جنب، وبعد كده اغسل الحوض غسله محترمه، وبعد كده ابتدي اغسل زي ما انا عايزه. فهفضي كل المواعين من بواقي الطفل مثلا بتاعه شاي، او بواقي اي حاجه دهون او اي حاجه بالميه السخنه، بتجري على طول الموضوع ده. زي ما انتم شايفين بقى الكلام ده كله ده بيتغسل كويس، وبغسل الحوض كويس جدا، وبعد كده ببتدي اغسل كله مع بعض واشطف في الاخر كله. ليه بعمل كده؟ علشان ما تبقاش الميه شغاله عندي 24 ساعه. الناس بقى اللي عندها الميه بتقطع، الله يكون في عونكم، لازم الميه طبعا تبقى شغاله عندكم على طول، لانه ما تضمنوش اللي هيحصل. كده خلاص انا غسلت كله والحوض نظيف، فهشطف على طول واطلع صافي. دلوقتي بعد الغدا هعمل رز بالكركم والكاري. البهارات بتاعت الرز ده انا عملتها معاكم كتيره جدا، وهتطلع لكم على الشاشه. ليمون، قرفه، جنزبيل، ورق لورا، قرنفل، كركم، كاري هندي. على فكره في فرق بين الكاري الهندي والكاري العادي. مرق الدجاج وحبهان والملح، طبعا ميه سخنه او ميه مغليه علشان احط الرز فيها. بشوح كل التوابل لوحدها. اول ما تبتدي ريحتها تطلع، بروح نازله عليها ببشره جزرية صغيره وبصلايه صغننه خالص متقطعه مربعات صغيره، يدوب البصله بتاعتي تاخد لون، وهنزل عليها بالرز. الرز منقوع، يعني منقوع حوالي ربع ساعه. ده رز بسمتي اللي هو اللي انا جبته من الفرجاني اخر مره. انا من الناس اللي بتحب تشوح الرز مع التوابل والبصل، في ناس بتحب على طول تحط عليه الميه. ده الغدا بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده، حاجه كده فخمه. الرز بسمتي والفراخ طالعه مشويه زي الفل زي ما انتم شايفينها، حاجه يعني ايه. انا قفلت لكم الفلاش بس عشان تشوفوا الحاجه بشكلها الطبيعي. ده كان الروتين بتاع النهارده، استنوا بقى فيديوهات تانية من نوعيه دي كتير جدا. سلام عليكم.